هكذا مضت هذه المباراة وانتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين لهدف واحد. وكان على الأرجنتين أن تهزم البرازيل وتنتظر من البرازيل أن تهزم إيطاليا لكي يدخل الثلاثة في لعبة فريق الأهداف. هنا لم تحتسب ضربة جزاء انتظرها مارادونا وظن أنه يستحقها، وهنا أيضا ظل التحكيم لا يمضي في صالح النجم الأرجنتيني الذي بدأت آثار الخشونة تظهر على مشيته. لقد كان الفريق البرازيلي بحاجة هو الآخر للفوز، والمفاجأة أن الذي طرد كان مارادونا وليس أي أحد آخر بسبب هذا الرد السيء على اللاعب البرازيلي باتيستوتا. صحيح أن مارادونا تعرض للخشونة لكنه بقي لقمة سائغة أمام خصومه وقام برد الفعل السلبي هذا الذي أدى إلى إنهاء مشواره في البطولة على نحو مؤسف. لقد فازت البرازيل يومها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأقصيت الأرجنتين حاملة اللقب من الدور الثاني لكأس العالم.